اللعيبة عدت عليهم مواقف كتير في الملعب والمعسكر، قربتهم من بعض وبقوا أصحاب، وكل واحد فيهم ليه مع صاحبه موقف ما يتنسيش في كابيتانو. عندي ثلاثة عزاز عليا جدا، نني وعفروتو وأحمد أشرف، الثلاثة شهدت ما بينهم وما بينهم مواقف كتير، وعفروتو اديت له الشرف ماتش التالت عشان هو كان هيمشي فاديتها له عشان احنا ما ينفعش نستغنى عن بعض كلنا. أقرب صاحب ليا في المعسكر هنا هو يوسف محمود زميلي معايا بيلعب مهاجم. أول ما جيت المعسكر هنا طبعا كان أول ماتش لينا فما كنتش واخد على حد هنا قوي يعني في المعسكر، فهو كان جه ولاحظ عليا ده وجي كلمني وقعد معايا قبل الماتش ولاحظ ان انا قلقان فقعد كلمني وقال لي ما تخافش انت هتبقى احسن واحد في الماتش. اقرب صاحب ليا هو زاره، بنقعد مع بعض بنضحك مع بعض بنعمل في كذا موقف حصل مع بعض انا وهو. انا اقرب صديق ليا في المعسكر محمد الصابر، جدع معايا وفي كل حاجه معايا، مش بنسيب بعض اكتر من الاخوات، بين اصحاب. لما كان طلبت منه طلب في اول يوم اختبارات ومش كنت اعرفه وطلع جدع معايا فيه، كنا مع بعض والجوينت بتاعه ضاع مني وطلبت منه اداهولي وهو نزل بعديه، المفروض هو كان ينزل، لا نزل بعديه. يلا يلا شيكا يلا شيكا. يا بخت اللاعب شيكا بصاحبه اللي فاجئنا بحاجه محدش كان يعرفها عنهم. انا سميته شيكا، يعني هو ما كانش حد عارف ان اسمه شيكا، انا قلت له احنا هنسميك شيكا. كلمت كابتن سار عليه، كنا قاعدين، انا كنت محطوط في التشكيله الاساسيه، هو ما كانش محطوط، كلمت عليه قلت له ده لعيب وسريع وقوي وكلام ده، يعني راحت نزلته وكسر الدنيا بسم الله ما شاء الله، دلوقتي مسامع في كابيتانو كل. اقرب صديق ليا محمد ابراهيم، قبل ما انزل الماتش او كده لازم يكلمني عشان ما اتوترش او كده، واحنا في المعسكر برضو لما اقول له هات لي حاجه ما بيقوليش لا، بالعكس ده بيعملها لي على طول عشان قبل الماتش ابقى جاهز ومركز. يفطر اداني الشاره الذهبيه في ماتش كابتن عبد الستار، هو سبب اللي انا ابقى موجود هنا دلوقتي. اقرب صاحب ليا يوسف محمود، هو بنحب ناكل كتير بس. من أول يوم دخل فيه اللعيبة المعسكر كانوا عارفين إنهم داخلين على تجربة مختلفة هتغيرهم للأحسن، وده اللي حبينا نعرفه منهم دلوقتي بعد كل اللي شافوه وتعلموه. إيه اللي اتغير فيهم بسبب كابيتانو؟ استفدت كتير جدا من كابيتان وزمايلي وصحابي، وانت ما تبقى ماشي اصلا ساعه واحد يوقفك عشان يتصور معاك، ده حاجه كبيره جدا. يعني قبل كابيتان وكنت مش فاهم يعني ايه ملعب كبير، وما كنتش يعني هنا استفدت بخبرات كتير. انا بقيت احسن من الاول لما لعبت، وفي كباتن كتيره شافتني وشجعتني برضو لما قالت انت كويس. كل ماتش بخرج منه ببقى فرحان لان انا بكتسب خبرات من كابيتانو مصر، لان انا اول مره العب في ماتشات فيها جمهور وملاعب طبيعيه وملاعب على اعلى مستوى بصراحه. الاول كنت حاجه ودلوقتي بقيت حاجه، واصحابي فرحانين بيا واهلي وبلدي، وان شاء الله اكون حاجه كبيره بسببه. اكتر حاجه حبيتها في كابيتانو ان انا اكتسبت خبره وعرفت يعني في العلاقات الاجتماعيه، عرفت اصحاب كتير، اتعلمت حاجات انا ما كنتش هتعلمها في مكان تاني، ويعني لو دخلت تجربه هعرف اتعامل فيها اكتر من اي حاجه تاني عشان انا خدت التجربة دي قبل كده. اتعرفت على ناس جديدة وتعلمت منهم حاجات حلوة أوي يعني. بقيت فرحان ومبسوط، الناس في أسوان بقت فرحانة بيا. بسبب كابيتانو هو ساعد علينا حاجات كتير وتعب كتير بين الأندية، وكنا نلف أندية كتير، كابيتانو غيرت فيها حاجات كتير وطورت مستوانا، إن شاء الله نبقى حاجة كويسة. كل لاعب شاف ميزة في كابيتانو غير التاني، وحس قد إيه المعسكر فرق معاه في حاجات كتير هيفضل فاكرها وهو في طريقه للاحتراف.